هواي أشياء تغيرت وتحسنت بالعراق بالسنوات الأخيرة، ومن ضمنها قدرة الناس على زيارة أماكن مختلفة داخل العراق وبالقطار. تعالوا ياي برحلتي بالقطار حتى نكتشف قصص وأماكن مختلفة، وأكيد بمحافظاتنا العراقية. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك عمو؟ أهلا وسهلا. أريد تذكرة لسه ما وقت. بالسلامة توصل إن شاء الله. شكرا عمو، ممنون. مرحبا. أنا قطعت تذكرة من محطة الحلة وراح أتوجه أكيد للسماول، بس منتظر الريل يوصل. أكثر لحظة أحبها بالمحطة هي العالم من تسحب جنطها بعد التفتيش وتصعد بالريل. تاج راسي عمو، الله ياك. طريق سلام. راح أصعد وياك، راح أصعد جايك والله. هلا عمو حبيبي، شلونك؟ اي صح، راح اصعد جاي وياكم، جاي وياكم. يلا صار. شعبنا وناسنا يجننون، اكيد الريل وصل وراح اصعد بيه. منطلق من محطه بابل او الحله متوجه للسماوه. صراحه اجواء الريل تجنن. مرحبا شباب، شلونكم؟ احلى شيء بالقطار تتعرف على هوايه ناس ويصيرون عندك اصدقاء جدد. مرحبا. هلا قلبي. ايش عندك واقف هنا بلاسي؟ خويا ابو الصوف، انا واقف هنا حتى اسمع صوتي سكه. تشك 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 تشك، تحسها موسيقى. تحب الهاسي؟ اموت على هاسي. حبيبي. اكيد بعدني مستمر وياكم جولتي بالقطار. مرحبا. مرحبا. كان الصحة؟ الحمد لله. نسم بالخير. مصطفى. حلو. اثنيننا مصطفى، يعني دبل سيم كارت. منين انطلقت؟ من يا محطة؟ والله من المسيب. من المسيب، وين متوجه؟ ان شاء الله البصرة. دائما تفضل النقل بالريل بالقطارات؟ اي احسن، يعني افضل بهواي يعني العمود الغراض والمتعة مع الطريق امين. يعني انا افضل اكثر من السيارة الصراحة. لان السيارة اللي صح هي السرعة بيها، بس القطار افضل بهواي يعني. امن مو؟ امن هيك. راح نلتقي باصغر مسافر موجود بالقطار. مرحبا علي. اهلا وسهلا. شلونك؟ الحمد لله. شنو هالابتسامه الحلوه؟ انت دائما هيك قاعك مرح وهاي؟ اي حلو، خليك هيك دائما. منين منطلق؟ من يا محطه؟ محطه المسيب الى محطه بصره. اكيد رايح البيت جدك؟ اكيد. احكي لي، بيت جدك يصرفون من تروح يطوق فلوس؟ اكيد. هنا الحكي. بما انه انا هنا عندي شغل، فقلت خلي احتفل بعيد ميلادي. العام وانت بخير وصحة وسلامة. أنا أول عراقي يسوي عيد ميلاده بالقطار، مو لو مو حلو. العراق وين ما يروح أهله دائما يتلقوا. ويا عيد ميلادك أحلى من العريس. مرحبا كابتن. مرحبا، ان شاء الله مستمتعين بالرحله. والله الرحله تجنن، يعني هي مطور بقيادتك فاكيد الاشياء زينه. وجودكم انتم الطيبين. ايش قد تاخذ وقت رحله يعني من محطه بابل للسماوي؟ ساعتين ان شاء الله. ساعتين ان شاء الله. ساعتين نوصل بدار السلام ان شاء الله. السماوي مدينه تصير جنوب العراق وعلى ضفاف نهر الفرات، وهي مركز محافظه المثنى، تبعد بمسافه 280 كيلومتر، صايره جنوب شرق بغداد. تمام لا شباب. وهسه وصلنا للسماوة وكانت الرحلة مريحة وتعرفت على هواية أصدقاء. ايش راح يصبرني الباكر؟ بس هسه خلي اروح للفندق لأنه تعب. توكل عيني توكل. صباح الخير، ارحب بكم بداية يوم جديد بالسماوة. تعالوا خليني اتعرف عليها، خلي نشوف وين أحسن الأماكن اللي يلتم بيها الشباب بالسماوة قبل لا نروح للمتنزه. الله يسلمك. تعال من هون حتى تطلع صورة حلوة. مو أحلى مو؟ إي حبيبي. خلينا ناخذ صورة قبل نسوي شيء. شلون السماوة؟ ناسها طيبة ومجتمع حلو. العمارة والتطور بالفترة الأخيرة شلون بالسماوة؟ أكو حركة عمارية بالسماوة تقدر تصورونها يعني. السماوة تجنن، تجنن مو تجنن؟ يمه. فين الله شامل حبيبي. راح نروح لشارع ينبض بالحياة يزوروه الشباب والعوائل، ويعتبر من الأماكن المهمة اللي موجودة بالسماوة. صراحة شعور يحسسك بالفخر والطمأنينة والوطنية العالية من تشوف كل هاي البنايات
صارت وانشئت بإيد عراقية مهمة. كل هذا الإعمار والجمال موجود على أرض الواقع وبالسماوات. إعمار وتطور بالفترة الأخيرة شلون؟ والله جاي نشهد إن شاء الله بآخر فترة يعني أكو إعمار أكو تطور جاي يصير يعني تبليغ. فتحت المطاعم صار مكان حيوي هنا بالسماوة. كثرة المطاعم والوكالات كثرة هنا فيعني تقريبا نقول عليه صار سنتر بالسماوة. وأكو وكالات يعني مطعمنا إحنا فودلاند بتقبل 5 وكالات. جيد. قريبا إحنا أكو مطاعم 2 أو 3 هم كلها وكالات كوفيات موجودة بالسماوة. المول متنزهات يعني نقدر نقول شيء حلو صار بالسماوة خلال هاي السنتين الأخيرة والثلاثة. صراحة السماوة بهالفترة تجنن. بعد كل هاي الأشياء الحلوة اللي شفتوها صار لازم أشوفكم مدينة ألعاب السماوة. الأماكن الحلوة مثل مدينة الألعاب هاي صارت مكان للعائلات والشباب يجون هنا ويقضون أحلى وقت ويتونسون هم بمدينتهم. شلونكم؟ حالياً أنا بالطابق 8. إخوان ليث عادي سواني وياك تحدي بالفورمين؟ يلا عادي راح نتسابق. سابق من راح يغلب؟ أكيد أنت لون. أنا أكيد. مو قلت لكم راح أغلب ليث؟ ها ليث مو قلنا لك تحداني؟ خذ راحتك هسه. أكيد شفنا السماوة وتعرفنا عليها. شكراً لكل أهلنا بالسماوة، تستاهلون كل هذا الإعمار وتستاهلون بس الخير. أكيد انتظروني بالريل بس بغير محافظة. هسه أقولكم باي باي. من الناصرية الحلوة نقولكم صباح الخير.